عاجل الآن قوات الصاقة بالجيش المصري توجه رسالة للأعداء وعاجل محمد رمضان يرد لأول مرة على فيديو المضيفات الراقصات المثير للجدل وعاجل حقيقة وفاة الفنان عادل إمام منذ قليل انشر التفاصيل وتحرك عاجل من الداخلية المصرية ضد شخص بتهمة تعدين عملة بيتكوين الرقمية وفي مفاجأة صادمة فيديو لشاب بيسخر من الصلاة يثير ضجة كبيرة والأمن يتحرك ولأول مرة مو صلاح يكشف عن أولوياته وما يجعله يشعر بالسعادة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا وأخبارنا أول بأول. عاوزين نوصل ل1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وعاجل الآن قوات الصاعقة بالجيش المصري توجه رسالة للأعداء. قال قائد مدرسة الصاعقة بالجيش المصري العقيد أركان حرب محمد مسعد أن القوات المسلحة المصرية هي الأقوى في الشرق الأوسط ولها المكانة، وأوضح خلال لقاء ببرنامج مصر تستطيع المذاع على DMC: نحب نطمن إخواتنا وأهالينا إن في جيش قوي بيحميهم، والناس الموجودة دي هم من الشعب، دول ولادنا وشبابنا اللي قادرين يصونوا تراب بلدنا، والعقيدة الدينية والقتالية الموجودة فيهم مش موجودة عند حد تاني في العالم. وقال إن إنشاء المدرسة عام 57 كان من أجل تقديم فرد مقاتل شرس قادر على التصدي لأي عدوان داخلي وخارجي، وأشار إلى أن الفرد يأتي لمدرسة الصاعقة ويتم تحويله من الحياة المدنية للعسكرية خلال 45 يوما، ثم ينضم لفرقة الصاعقة الأساسية وتكون مدتها شهر، ثم يبدأ تدريبات ميدان الجبال، وخلال الفترة التي تسبقها يتم رفع اللياقة البدنية الخاصة بالفرد ورفع مستواه النفسي الذي يستطيع من خلاله مجابهة الصعاب. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحيا مصر، ربنا يحفظ يا رب الجيش المصري لأنه من شعب مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، عاجل محمد رمضان يرد لأول مرة على فيديو المضيفات الراقصات المثير للجدل. علق الممثل المصري محمد رمضان على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بسبب رقصه مع المضيفات في الطائرة والجدل الكبير الذي أثاره. وقال رمضان: بتبسط طول الوقت، بحب أسمع ميوزك. وعن أغنية جو البنات، الأغنية الرسمية لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قال: مبسوط إن الأغنية أول إنتاج ليونيفرسال ميوزك، أول أغنية عربية، وبشكر المهندس نجيب ومهندس سميح. وقد تصدرت الأغنية ترند جوجل أحد محركات البحث على جوجل، والتي تم عرضها خلال الدورة الجديدة مهرجان الجونة السينمائي الدولي. وتأتي أغنية محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة 2021 بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي ريدوان والملحن المغربي نعمان بالعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني إخراج الكليب. وانطلق مهرجان الجونة 2021 أمس الخميس حيث عرض على قناة قن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل حقيقة وفاة الفنان عادل إمام منذ قليل ننشر التفاصيل. نفى الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية شائعة وفاة الفنان الكوميدي الكبير عادل إمام. وقال مكرم في تصريحات خاصة لصحيفة مصراوي أن هذا الخبر إشاعة لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن رواد التواصل الاجتماعي في مصر تناقلوه دون التحقق من صحتها. وأهاب مكرم بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تنشر عليها. وبين الحين والآخر تنشر شائعات حول صحة الزعيم عادل إمام. وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام قد نفى في وقت سابق شائعة أخرى نشرت عن إصابة الفنان بالوباء. مصدر معانا كان من مصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتحرك عاجل من الداخلية المصرية ضد شخص بتهمة تعدين عملة بيتكوين رقمية.
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شخص قد مارس نشاطا غير مشروع من خلال قيامه بتعدين عملة بيتكوين بمنطقة المرج في العاصمة القاهرة. وقالت الشرطة إنها ضبطت بحوزة المتهم 12 جهاز لتعدين عملة بيتكوين، فضلا عن معدات شملت مولدات تغذية كهربائية عالية الطاقة وشاشة عرض وكاميرات ولوحة كهربائية وأجهزة أخرى مهربة جمركيا ومجهولة المصدر. واعترف المتهم بأن الأجهزة المضبوطة بحوزته مهربة، أضاف أنه تحصل عليها من أحد الأشخاص المقيمين خارج مصر. وكانت السلطات المصرية تمكنت في أغسطس الحالي من ضبط شبكة لتعدين العملة الرقمية بيتكوين في الدقهلية، حيث تم ضبط 3 منصات رقمية تحتوي على عدد كبير من الأجهزة والمعدات. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة صادمة، فيديو لشباب بيسخروا من الصلاة يثير ضجة كبيرة والأمن يتحرك. تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات واقعة نشر مقطع فيديو مصور على تطبيق تيك توك، يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بمشهد تمثيلي ساخر للصلاة. ووفقا لمصدر أمني، فقد تم تحديد هوية صاحب الحساب الشخصي الذي نشر من خلاله الفيديو، إذ تبين أنه طالب مقيم في نطاق محافظة الإسكندرية، وكان يقوم بأداء دور القائم بالصلاة في مقطع فيديو مع ظهور إحدى الفتيات معهن. وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطالب، وبمواجهته أقر بقيامه بالتمثيل صحبة أشخاص آخرين بقصد تحقيق أكبر عدد من المشاهدات على تيك توك، وتم تحديد باقي الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو لضبطه. مصدر معنا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ولأول مرة صلاح يكشف عن أولوياته ما يجعله يشعر بالسعادة. شدد النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على أن تحقيق فريق الانتصارات يمثل أولوية بالنسبة له، وهو ما يجعله يشعر بالسعادة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية BE ميديا تصريحات صلاح لموقع ناديه، حيث قال: أنا سعيد طالما أجعل الفريق في انتصار دائما، أحاول المساعدة دائما لتسجيل الأهداف وجعل الفريق يفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية. وأضاف النجم المصري: يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا دائما للفوز بشيء، أعتقد أن لدينا الجودة لذلك، وتابع: نمتلك فريقا كبيرا، لذلك ينبغي علينا أن ندفع أنفسنا إلى أقصى الحدود ونحاول الفوز بشيء ما. أنا متأكد من أن الجميع يفكرون بنفس الأمر. شدد صلاح في ختام حديثه قائلا: هذا ما نحتاجه فقط لنبقى في أذهاننا، أن ننهي الموسم بالفوز بشيء ما. وأثير الكثير من الجدل خلال الشهر الماضي حول وضع عقد صلاح، وذلك أن عقده الحالي مع ليفربول ينتهي في صيف 2023. وتشير التقارير أن المشكلة في المفاوضات يتمثل في الأجر الذي يطلبه صلاح، مع مزاعم بمطالب نجم الفراعنة بزيادة راتبه الأسبوعي ليصل إلى 300,000 جنيه استرليني. ويتصدر محمد صلاح 29 سنة ترتيب أفضل هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريمير ليج مع الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 6 أهداف لكل منهما، ويليهم الإنجليزي الآخر ميشيل أنطونيو مهاجم ويست هام يونايتد في المرتبة الثالثة برصيد 5 أهداف. ويحتل ليفربول وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف تشيلسي المتصدر بعد مرور 7 جولات من منافسات الدوري. المصدر معنا كان من وكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى إن شاء الله دائما الخير للنجم المصري محمد صلاح. تعالوا ننتقل لخبر آخر معنا، وتعليمات واستعدادات عاجلة لحالة عدم الاستقرار الجوي في مصر. أصدرت وزارة التنمية المحلية في مصر تحذيرا عاجلا وتعليمات عاجلة للمحافظات تزامنا مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وطالبت الوزارة التأكيد من جاهزية أعمال الحماية لمخاطر الأمطار الغزيرة فيما يخص مخرات السيول والسدود والترع، وتجهيز المعدات والآلات المطلوبة، ومراجعة كافة الخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية بين المحافظات
وممثلي الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وأكدت على ضرورة التنسيق مع مركز التنبؤات للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ومراجعة سيناريوهات مواجهة المخاطر فيما يخص الأمطار الغزيرة والسيول، وتشكيل لجان للمرور على مدار الساعة للتأكد من مدى جاهزية أعمال الحماية والوقوف على أي معوقات وسرعة تلافيها. كما طلبت وزارة التنمية المحلية المصرية تطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات ومحطات الصرف. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد هذه الأيام استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب مصر. مصدر معانا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى إن شاء الله يكون في أجواء يعني لطيفة بإذن الله، وحتى لو في أمطار ما تكونش شديدة. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، ومصر تحذر من المعلومات المغلوطة حول سد النهضة. حذر وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي من استمرار إصدار أديس أبابا بيانات ومعلومات مغلوطة حول ملء وتشغيل سد النهضة، وشدد الوزير على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم للحيلولة دون حدوث إرباك في منظومة نهر النيل. مصدر معانا كان من RT. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوف حضراتكم في فيديو قريب وأخبار جديدة بإذن الله. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، أيضا تحية طيبة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.